كل سنه طيب على مصر. انت بالصحه والسلامه. انا شايف ما شاء الله ادينا سامعين كده الناس لسه يعني لسه بتحضر، لسه بيحضروا الموسم وان شاء الله تكون سنه خير علينا وعلى العباد، وربنا هيكرمنا ويكرم العباد ان شاء الله بامر الله، وخير كتير. امين يا رب العالمين. خير كتير قوي ان شاء أمين الله رب العالمين. وجميع انواع البلح موجوده وجميع الكميات اللي مطلوبه في السوق موجوده ان شاء الله، وان شاء الله بتكون باحلى اسعار في السوق ان شاء الله. احنا هنا في سوق العبور في عنبر كام يا عم مصطفى؟ في عنبر 5 محل محل رقم 5. عنبر 5 محل رقم 5. محل رقم 5 ما شاء الله. انا شايف احنا لسه في رجب، لكن برضو كميات كثيره زي ما حضرتك قلت فعلا كتير نازله، كميات موجوده كتيره، واحنا لسه برضو في بدايه الموسم، لسه الموسم برضو، وفي عندنا في اسوان كميات اللي موجوده تغطي الحمد لله وزياده ما شاء الله. الكميات اللي حضرتك بتقول موجوده في اسوان ده حاجه جديده حديث بتاع السنه دي؟ بلح ولا بلح السنه ده تخزينه لاي درجه؟ لا، هو التخزين بتاعه لدرجه مد السنه. سنه لمد السنه، مش مستحيل ان النهارده الطرح بتاع السنه دي ينزل السنه دي. تمام. ينزل طرى، لازم ياخد مده الجفاف اللي فيه لانه ينزل. تمام. انا يعني عايز اطمن المشاهد ان الحاجه بتنزل السوق جديده، وبعدين احنا هي كمان جديده، ما هي ما بيتاش. تمام. جديده ما بيتش عليها الموسم شهرين. جديده. أيوة. مش بيقطعوا مثلا في شهر 9. ايوه. بيعبوا مثلا الساعه 12. نتعرف على الحاجه. كمال فهيم، اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب يا عم كمال. تمام، اتفضل. بس هو بيتعبى في الشهرات، بيتخزن شهرين وبعد كده احنا بنخزنه على احتمال ان هو بيجي ياخد ماده الجفاف اللي فيه. ايوه. ما ينفعش يجي في نفس الطرح بتاعه على طول الجهه، لازم ياخد ماده الجفاف اللي فيه لانه ينزل السوق ويتبخر بالتبخير بتاعه كامل. تمام ما شاء الله. هو انا الحته دي سبت حضرتك عم عصام وعم كمال يعني يعرفوها للناس عشان نعرف ان الكميات، لا جميع الكميات جديدة موجوده كلها. وطرح كتير يعني كان ربنا كتير، طرح كتير. طمنا على الاسعار. طيب ولان ناحيه الاسعار، الاسعار كويسه والاسعار مرتاحه والحمد لله الجو كويس. تقدر تسمي لنا الانواع دي من البلح؟ دي شاميه باشا، دي بلح شاميه. ايوه ماشي. دي برطموضه. بكام الشاميه؟ الشاميه دياتي ب 35 جنيه. تمام ماشي. البرطموضه دياتي ب 30 جنيه. 30 ب 30 جنيه، حاجه زي كده مثلا وسط. دي ماشيه ب 20 22 جنيه. تمام. يبقى احنا كده بنقول في من 20 ل 30، وبعدين في من 14 جنيه وانت طالع. في 14 جنيه بلح، 14 جنيه برضه موجود. ماشي. انت اسمك يا حبيبي؟ وليد عصام. انت ايه اللي مصحيك الفجر يا وليد؟ ايه؟ ايه اللي مصحيك الفجر؟ بلع. ماشي يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. ماشي يا حبيبي. يعني انت من عم عصام؟ تمام تمام. في جميع الكميات موجوده يا باشا، والاسعار حلوه ومناسبه للناس كلها، والحمد لله السنه احنا وصلنا لغايه 22. 22 يا تمام. باشا. ودي نفس الاسعار برضه، شاميه ودي برطموضه برضه، بس دي ما شاء الله فيها يعني مليانه شويه. دي مليانه، دي برطموضه برضه. عامله كام البرطموضه؟ دي البرطموضه دي عامله 35 جنيه. دي لان هي درجات. المستهلك الزبون اللي هينزل السوق يشتري هيعرف الانواع دي من شكلها واللحم اللي فيها. الزبون عارف نوع البلح. في زبون بيجي يقول لك انا عايز سكوت، تجيب له اي حاجه غير السكوت يقول لك ده الزبون التاجر. التاجر والزبون يجي يقول لك لا انا عاوز شاميه بيضة. الزبون يجي يقول لك انا عاوز جنديله. الزبون يجي يقول لك لا انا عايز الحبايه السمراء اللي هي الوردي، حسب الزبون اللي هو يعني. احنا بنكلمك على احنا الناس بقى بتوع البيوت مش التجار. مع بتاع البيت برضه بيجي مثلا واحد عايز شقار. ما بنقولوش لا، بنديه شقاره، احنا هنا جمله. شقاره قد ايه؟ شقاره مثلا حتى لو عاوز 20 كيلو موجود. حتى لو عايز 20 يعني اقل من 20 ما تقدرش؟ بس لو عاوز 20 كيلو بياخد مثلا شقاره زي كده 20 كيلو زي كده. ايوه. زي الشقاره دي مثلا 20 كيلو. ايوه. ماشي. أيوه. على قد المستهلك. ايوه. يد على 20 كيلو على قد المستهلك، احنا بنوصلها للناس على قد ما أيوه. بنوصلها للناس على قد ما نقدر يعني. أيوه. على قد ما نقدر. احنا الاول ما كانش عندنا غير بالطن ولا 2 طن. دلوقتي بيجينا نوصلها للمستهلك، لو واحد جاي مثلا عاوز شفارة 20 كيلو. أيوه. عايز شفارة 15 كيلو موجوده برضه.
ايوه يا مصر. موجوده برضه، الموجوده عندنا الكميات اللي موجوده، وعندنا كميات زي كده هي موجوده اهي كلها، دي موجوده دي والنوع. دي انواع ثانيه يا مصر، دي نفس الانواع بس تشكيله بقى. ايوه ده تشكيله بلح وسط مع عالي مع شعبي جميع التشكيلات. فرجني تبع الحاجه شعبي كده يا مصر. هفرجك يا باشا على فرجك على حاجه زي كده. اتفضل تعالى معايا حاجة زي كده يا باشا. ما شاء الله. ده يمشي كام بقى؟ ده بلحية سكوت وبلحية نظيفة. دي 25 جنيه يا بيه. 25. دي 25. بس 25 مش شعبي بقى. لا مش شعبي. أنا أنت عايز حاجة شعبة فرجك على. أيوة أنا عايز الأقل من 20. عايز أتفرج على حاجة أقل من 20. يا باشا فيه أقل من 20 اللي أنت عايزه. وليد. تعالى وليد. تعال جنب وليد. حاجة زي كده يا باشا. ايه ماشي يا باشا. ايه دي ب 16 جنيه. ب 16 جنيه. ولو هتاخد ولو هتاخد كميه ب 14 جنيه بس. طب افتح لنا كده وليد اي واحده بايدك كده ونشوفها، نشوف نظافتها كده. اهي النظافه ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نظافه البلحه اهي، والبلحه عندها ويد نشفان جفاف كامله. الصلابه حاجه مهمه في البلحه يا مصر. الصلابه ده هو مشتهر بالجفاف الكامل. ما هو لازم البلح اسواني يبقى جفاف كامل. انا سامع انت وعم كمال بتتكلموا على جفاف وتفكير. ما هو لازم يكون فيها ماده، لازم يكون الجفاف كامل ليها يا باشا. لو البلحه طريه الزبون مش بياخدها. ايوه بيكون داخلها نسبه طروبه طريان ورطوبه، ما حدش بياخدها. يقول لك لا ده بلحه طريه بتبوظ مننا، لان هي البلحه لو فيها نسبه رطوبه بتسوس. حضرتك احنا لسه في رجب ولسه يعني حوالي شهر ونص مثلا على رمضان. فهل الاسعار اللي حضرتك قلتها دي هتبقى هي ولا هتتغير؟ والله احنا في قبول السوق. ده كله حسب قبول السوق طبعا. حسب قبول السوق. اعزائي المشاهدين انتوا عارفين ان احنا بنصور من سوق العبور، وسوق العبور زيه زي اسواق الجمله معظمها كل الكلام بيعتمد على العرض والطلب. على العرض والطلب. احنا لو عندنا قبول في السوق هتطلع. أيه. لو عندنا الجو هذا في السوق، السوق بيبقى حسب اي سلع. اما صنف الخضار لما بنزل في العنابر تحت او في الفاكهه بيبقى فيه بياعه ومشاله وطعمه وحاجات. هنا النظام احنا عندنا هنا بتدفع المشال بتاع عرق الرجال عادي. بتدفع عرق الرجال المشال بس. المشال. لان احنا ما عاوزينش نضيف اكتر ما نضيف حاجه ثانيه على المستهلك، على حيث ان هي توصله لحاجه مناسبه ليه بالسعر المناسب. تمام. احنا بنعرف بس المشاهد ان الاسعار اللي احنا بنقولها نمره واحد، احنا في رجب لسه ما فيش طلب كتير، لسه الضغط ممكن الضغط السعر نفسه يتغير. لسه برضه احنا عندنا طرح كتير، بس لسه الضغط نفسه لسه ما نزلش، لان زي ما انت شايف احنا لسه يعتبر النهارده 15 راجل. كل سنه وانت بالصحه والسلامه، وبنشتغل ان احنا معانا لغايه 15 رمضان ان شاء الله. الاول كنا بنيجي من اول شعبان. تمام. والحاجه الثانيه برضو اللي انا كنت عايز اقولها، ان غير ان احنا لسه بدري والاسعار لسه ما ثبتتش، ان في يعني مصاريف، فيه مصاريف، وان الناس اللي بيشتروا يعني قطاعي يراعوا فرق حسب بنشتغل حسب المستهلك. تمام. يعني احنا عندنا عرض كتير بنجيب ونطرح في السوق زي ما انت شايف. تمام. ما عندنا العرض خفيف برضه بنمشي حسب جو السوق. تمام. بنمشي احنا حسب جو السوق. تمام. شكرا على مصاوم، وكل سنه وحضرتك طيب، وربنا يخلي لك وليد، وان شاء الله نشوفه من اكبر معلمين سوق العبور. شكرا اعزائي المشاهدين اللي هنا بتنتهي حلقه اليوم. شكرا وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.